في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة ازيك يا مدام مشير؟ علي عندك؟ اه موجود. علي ولا زفت؟ ايه ده؟ انت ده ما عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. اتفضلي خشي. لا متشكره قوي، انا كنت عايزه علي بعد اذنك. وماله بس في ايده مصلحه كده يخلصها وانا هجيبه لك بنفسي. ما بلاها شغل النهارده يا ابو علي. ما انا كمان عايزاه في شغل. كان كده ملعون ابو المصلحه اللي في ايده. خلاص علي معاك لحد بكرة ولو عايز أبو علي كمان. لا متشكرة. يلا يا علي. استنى تعرف بيت سوسة دي فين؟ مين اللي عرفه؟ أيوة فين يعني؟ مرورشة منشية. تعرف توديني هناك؟ آه. طب يلا بينا. اتفضل. مقدم نادر التوني من الباحث الجنائي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضل اتفضل. تشرب ايه حضرتك؟ متشكر جدا. لا لازم تشرب حاجه. متشكر يا فندم. طب يا ولد اتفضل. امر حضرتك. والله يا دكتور انا جالك بخصوص حاله عندك اسمها مدام ريماس صادق. اه مدام ريماس صادق. اه مدام ريماس عندها حاله اضطراب ما بعد الصدمه. وده بيجي للناس اللي هي بتتعرض لصدمة جامدة أو حادثة
أو فقدان أي عزيز عليهم أو أي حد قريب منهم. ورماس الحقيقة حبت إنها تهرب من أي حدث يفكرها بالصدمة الجامدة اللي حصلت لها، أو بمعنى أصح للي شافته ليلة الحادثة. عشان كده حاولت إنها تنتحر، ولما فشلت في الانتحار اتعرضت لميجور ديبريشن ديسوردر. اكتئاب يعني؟ يعني نوع من الاكتئاب. طبعا في الحالة اللي هي فيها دي أنا مش عارف استجوبها خالص. طب أنا عندي سؤال يا دكتور. اتفضل. الحالة دي ممكن تجيلها لو اتعرضت لضرب مثلا؟ على حسب، دي تتوقف على درجة احتمال البني آدم وتوسعه. يبقى أكيد شافت حاجة، شافت الجريمة وهي بتتم. طب يا دكتور هي حالتها إمتى ممكن تتحسن؟ أنا عايز استجوبها. هو الدواء ما بيبانش تأثيره إلا بعد أسبوعين، بعد كده نقدر نحدد درجة استجابتها، وممكن بعد كده نقدر نحدد هي هتخف إمتى. آه يعني أنا هستنى أسبوعين عشان تحدد هي هتخف إمتى؟ أيوة. طيب ماشي يا دكتور، أنا هتابع حضرتك بالتليفون، وبرضو ده الكارت بتاعي، لو حصل أي جديد لو سمحت بلغني. متشكر جدا. تؤمر. متشكر. تؤمر. اتفضل. استاذ امجد. استاذ امجد. ايه يا هشام؟ تعال. انت مروح؟ يا دوب شبات هنا. بس بالنسبه لاذن الشراء بتاع ايه؟ بتاع الكاميرات. انا بعت لك الطلب من شويه وقلت لي انك هتبقى يعني. ايوه انا شفت طلب الشراء وما فهمتش. انت ازاي بعت لي طلب شراء من غير شيت اسعار ولا مواصفات ولا مقارنه ما بين شركات؟ احنا من امتى بنشتغل كده يا راجل؟ انا حسيت يعني الموضوع مش مستاهل، وبعدين الانسه زيزي مستعجله قوي. لا يا راجل، ولما تيجي مدام مشيرة وتجازينا كلنا هنقولها استاذ زيزي كانت مستعجلة. يا ولا جبر، لو عايز تروح البيت تنام لك ساعتين قبل وردية الليل اعمل كده، عشان مفيش نوم هنا تاني خلاص. وهو اللي في الورطة بتاعتي دي يجيله نوم برضه يا مدير. أقول يعني لو تشوف لي قرشين تحت الحساب كده يبقى ايه ده؟ انت لسه ما مشيتش؟ امشي ازاي بس والاذن لسه ما طلعش؟ عارف، وعارف ليه امجد ما طلعوش لغايه دلوقتي. طب لما تيجي الاستاذه بكره وما تلاقيش الكاميرات هقول لها ايه؟ قول لها اللي حصل. اتفضل. عن اذنك. دورت على السيريال؟ اه ولقيته. طب هاي ولقيت ده كمان. ايه ده؟ كاميرا كارد؟ عظيم حمد. لقيته وانا بدور النهارده في اوضه فارس. طب و فتحتيه؟ ها؟ اكيد. لاحظت حاجة؟ كلها صور لفارس، بس أعتقد إنها ممكن تفيدكم في التحقيق. أكيد. صورة فارس ساعدتك. واللي جنبه ده أمجد. حضرتك أكيد عارفه من التحقيقات. والاتنين التانيين دول تعرفيهم؟ لا، أنا ما كانش ليا اختلاط خالص بأصحاب فارس. بس أعرف أمجد طبعًا بحكم القرابة اللي ما بيننا. بعد إذنكم، أنا هستأذن. طب لو سمحتي يا أنسة زيزي، يعني لو قدرت تعرفي مين الاثنين دول من مامتك يا ريت تبلغينا، وخصوصا الولد ده. هحاول، لو عرفت اي حاجه اكيد هبلغك. مع السلامه. تفتكر مين الواد ده يا باشا؟ هتسالني انا يا حمد؟ انا هعمل تحرياتي وكل بياناتي هتبقى عندك بكره الصبح. طب عارف هتبتدي منين ولا اقول لك انا؟ عيب يا باشا، هي اول مره. انا هبدا بالنايت كلاب. طيب يلا روح اعمل تحرياتك وبلغني اول بره. حاج
ابني حاسب انت وتعالى اقعد جنبي هنا. ما تجمدي يا امال. حاسب ماما ماما. يا ابني هتقع على وشك واسنانك هتتكسر. يلا شاطر يا مدام. عامل ايه دلوقتي فارس؟ انت لسه برضو زعلان مني؟ كنت عايز نعمل ايه؟ اسيبك تخش السجن؟ وهنا مش سجن؟ معلش هانت يا ضمايا. انت عارف انا كنت بتكلم مع الدكتور رأفت دلوقتي، قال ان شاء الله كلها اسبوعين ثلاثة وهتخرج بالسلامة. انا هخليك تشتغل، هخليك تمسك المصنع معايا، الشغل هينسيك، هيبعدك عن القرف والهباب اللي انت كنت بتاخده. هعمل لك سنانك، هترجع فارس تبني واحسن من الاول كمان. يا زيزي فين؟ زيزو اختك سافرت، هاجرت كندا. انا مكاني مش هنا. طبعا يا حبيبي انت مكانك جنبي في البيت في حضني. لا يا بابا، انا اللي زيي مكانه في السجن. ليه كده يا فارس؟ عايز أبوك، عايز أبوك. هتشرع عليك بس يا بابا يعني كده. بكرة هتبقى أحسن من الأول والله، بكرة هتبقى زي الفل. أوف يا اسطى. ايه وصلنا؟ يعني اعمل ايه يا ابني؟ انزل ولا اعمل ايه؟ اتكل على الله يا ريس. مش هنا؟ لا سوء عليا معلش. امشي ازاي طيب؟ ارجع الحته دي تاني. يلا فرجني. واو بجد تسلم ايدك تحفه. الفينشنج جنن فظيع. انت احسن واحد في الدفعه بيعمل اير براش. الحمد لله. لا بجد يا عبد الله انت شغلك هايل. لا ومش هايل بس ورخيص كمان. كنت هنسى على فكره. ميرسي بجد. على ايه؟ وانا بقى المشروع بتاعي هيخلص امتى يا عبد الله؟ لا انت المشروع بتاعك بكره، ما تنسيش ان انت جايبوني متاخر. اوكي بس بليز ما تاخروش عن كده. لا ما تلاقيش، انا عارف المواعيد بتاع التسليم اولى كويس. اوكي ميرسي. يلا باي باي باي. في حاجه جميله؟ نو نو
طيب انت يعني سايبه مدام مشيره وقاعده في الشباك بتعملي ايه؟ مدام مشيره اخذت الواد علي من على الباب ومشيت. مشيت راحت فين الله يخرب بيتك؟ سمعتهم بيقولوا شيماء سوسته. شيماء سوسته؟ ازاي؟ وسبتيها تروح عادي كده؟ لا بليز يا عبد الله ما تزعقليش كده. زعلكيش ايه؟ تعرفي عنوان سوسته دي؟ اه اعرفها. عايزني اوديك؟ لا انا بسال على عنوان سوسته مش ان انت تيجي معايا. معرفش اوصفه، دي خانق جوه بعضيها. عايزني اوديك يلا؟ اه طبعا لازم كل حاجه تبقى صعبه. طيب خشي قولي لهم ان انت نازله وانا هستناك. انا لسه هقول. انا وسط. يلا جميله. ايوه انا جاي اهو. يلا يلا. امجد العشاء جاهز. مش هتتعشى؟ لا يا حبيبتي مش قادر خالص معلش. الله خليتني ليه بقى اغرف على الفاضي؟ معلش يا حبيبتي والله ماليش نفس خالص. الله يرحمه يا حبيبي، كلنا والله زعلنا عليه. بس الدنيا بقى ما بتقفش على حد. ماشي يا حبيبتي، يلا. مع السلامة. مع السلامة. كويس اني لحقتك. حظي حلو. ما انا قلت لك قبل كده اني ما اعرفش حاجة. ورغم كده برضو بعتوا لي في المحضر اللي أنت عملته وسألوني وقلت اللي أنا أعرفه. ايه اللي جد بقى؟ ما هي دي المشكله، مفيش اي حاجه جدت ومفيش اي اخبار عن اياد. بقول لحضرتك ايه، روق دمك كده، تحب اصب لك كاس؟ معلش اصل ما عنديش غيره. لا متشكر، ويا ريت يا مدام دينا تقدري شويه اللي انا فيه. اياد ما كانش اخويا وبس، بالرغم من فرق السن الصغير اللي بينا، لكن انا اللي مربيه. غريبه قوي، مع ان احنا عمرنا ما سمعنا ان اياد له اخ. احنا ما عرفناش حاجة عنك غير لما جيت وسألت على اخوك. يمكن عشان انا مسافر، انا عايش في الامارات وبشتغل هناك، عايش مع مراتي وابني. معقولة برضو يا استاذ تسيب شغلك ومراتك وابنك وتيجي عشان تسأل على اخوك؟ بقولك يا استاذ، قلت لي اسمك ايه؟ بقولك يا بنت انتي، انا مستحمل طريقتك والكلام ده بس عشان اعرف طريق اخويا، لكن تريقة ونقوزة في الكلام. ايه اوعى تعلي صوتك هنا. نوال تعالي وصلي الاستاذ على الباب. وبعدين كل يوم هيجي يتسلى علينا واحد؟ خليهم يتسلوا. انتوا لقيتوا موبايل فارس؟ للاسف لا، بس هو الغريب ان احنا لقينا الميموري كارد في اوضه فارس. عارف ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه ان فارس شال الميموري كارد من الموبايل وسابها في الاوضه، واحتمال كمان ما يكونش خد الموبايل من اصله. والاحتمال الأكبر بقى إن القاتل ما يكونش خد الموبايل ورماه زي ما كنا فاكرين. غريبة، هو الموبايل فارس راح فين؟ يا راجل ده أنا قلت أمجد هو اللي هيجاوبني. أنا؟ أنا هعرف منين؟ هو مش فارس كان قريبك وصاحبك تروح معاه الشغل الصبح وتسهر معاه بالليل؟ يعني اكيد تعرف حاجات مراته نفسها ما تعرفهاش عنه. حاجات زي ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. يا عم امجد، طب يا سيدي قال لها تعرف مين الولد اللي معاكوا في الصوره ده؟ صاحبكم؟ طب بلاش. البنت اللي واقفه جنب فارس دي تعرفها؟ ما اعرفهمش. دي معرفة ليلة كده في كلاب 24. سبحان الله، مع ان دينا يعني قالت كلام غير كده خالص. قالت ايه؟ انا ما اعرفهمش. دول معرفة سهرة كنا سهرانين وانا كنت شارب. طبعا مش فاكر اساميهم. للاسف لا. وبعدين انا لو فاكر انا هخبي عليك ليه؟ مفهوم طبعا. من فارس صاحبك ونفسك تعرف مين القاتل النهارده قبل بكره عشان تشرب من دمه. قلت لي الكلام ده انت قبل كده. اه ماشي يا عم امجد. انا خلصت كلامي، يعني لو عايز تروح مشوارك اتفضل. لا خلاص انا
اتفضل حضرتك. طيب ده الكارت بتاعي، يعني لو ربنا نور بصيرتك وافتكرت الولد اللي معاكوا في الصوره بكلمني. عظيم بس سوستا ده لفي ده كله. انت تعرفها؟ ما حد ما يعرفش سوستا. يلا يا علي. مظبوطة يا خليل، مين اللي سحب الفلوس دي كلها وراحت فين؟ سألت الأستاذ فارس. فارس؟ أنا كنت عنده من شوية في المكتب، ما لقيتوش هناك. هو في مكتبه، دوري تاني. خلاص المرة الجاية بقى اجيبها البيت. احترم نفسك. وده ايه ده؟ ماله ده؟ فارس هو هكون اللي بتاخد مخدرات تاني يا حبيبي؟ هو انا عشان سحبت فلوس ابقى بضرب؟ فيها يا ماما؟ ايوه سحبت الفلوس دي كلها ليه من غير ما تقولي؟ عشان انت ما كنتيش هتديها لي. انا يا فارس انا عمري حوشت عنك فلوس يا حبيبي؟ بتحوشي عني؟ هنلون على بعض ولا ايه؟ انا عايزه مصلحتك. بعدين يا فارس انت مرتبك كبير جدا يكفيك وزياده، بتاخد فلوس تاني ليه؟ يا ماما نزوم الدلع، عايزه صبر على نفسي شويه. في ايه فارس؟ احنا مش كنا اتفقنا ان احنا نفتح صفحه جديده؟ ما انا فاتح اهو. في ايه يا ماما؟ باجي من الصبح من النجمه بفتح المصنع واخر واحد بيمشي من المصنع مخدرات وبطلت اضرب، عايزه مني تاني؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لو عمال يسمعونا في المصنع انت عايز تفضحنا؟ هتجننيني! ايه الافاره دي؟ انا اوفر؟ انا اوفر يا فارس؟ انا لما اطلب منك انك تخلي بالك من مستقبلك عشان اعرف اجوزك ابقى اوفر؟ ايه؟ اجوزك يا حبيبي. هو انت ناقصك ايه؟ ناقصك شقه ولا لسه هتكون نفسك؟ بتضحك عليا؟ ناقصني ان انا انضف. هو انت نسيتي ولا ايه؟ لا لو ناصية فكري، انت قلتي مفيش جواز قبل سن ال 30 عشان محتاج انضج، فبعد اذنك بقى سيبيني انضج براحتي. اتفضلي عندي شغل لازم اخلصه. اطلع برا. يلا اطلع برا يا بنات. عايزه ايه؟ انت اللي عايزه ايه؟ والله انا ما جيتلكيش برجليها لغايه بيتك. لكن بعتيلي الرسايل دي. رسايل ايه يا وليه الخرفانه دي؟ انت جايه ترمي بلاكي عليا ولا ايه؟ انت اللي عملتي في ابني كده؟ يا نهارك اسود. انت جاي تتهميني في ابنك؟ ايه يا مشيره هانم؟ ما كفكيش اللي عملتوه فيا زمان؟ جاي النهارده عايزه توديني العشماوي؟ ايه يا وليه يا خرفانه؟ وقعت بلسانك. يعني انت عارفه انه اتقتل؟ يا حبيبتي المنشيه كلها عارفه انه اتقتل مش انا لوحدي. بقول لك ايه؟ ثلاثه بالله العظيم
لو ما لميتي نفسك ومشيتي من هنا دلوقتي النسوان اللي بره مش هيسيبوكي الا لما ينزلوا جتتك دي حتت زي ما حصل لابنك بالظبط. مش قادره اوصف لك الراجل ماشي من هنا قفاي قمر عيش. انا بيني وبينك كنت بنتقم للواد اياد الله يرحمه خدت حقه تالت ومتلت. انت ازاي عارفه تضحكي كده؟ كتر البكا بيعلم المسخره. بقول لك ايه؟ ما تيجي تشد لك معايا سطرين زي زمان. جاسم جاب اصطفه حلوه قوي بس ان جيت للحق مش احسن من اللي فارس كان بيجيبها. لا انا مبطل من يوم اياد الله يرحمه. على ماما. اللي انا مستغرب له دلوقتي موبايل فارس فين؟ انت اتاكدت انه مش عندك؟ انت بتتكلم بجد؟ انت ايه اللي جرى لك؟ انت دماغك فوتت ولا ايه؟ انت فعلا مش فاكر الموبايل فين؟ لا مش فاكر. هو انت عارفه هو فين؟ انت فين يا فنان؟ عايزك معايا حته انما عليا الحلال، عليا الحلال ما هتلاقي زيها. ها؟ بس اعمل حسابك بقى بلبل المرة دي الدفع مقدم. لأحسن أخوك بيكح زبالة. ها؟ لا أحلتها. دفع مقدم بقول لك، وخمس تلاف جنيه إلا جنيه افتح الله. أنا عندي ليها صرفة وعارف أنت اللي خسران يا صاحبي. هقول لك إيه طيب؟ أنا مقيم بضاعتي كويس وعارف تسوى كام. ها؟ قلت إيه؟ ماشي. جاي لك. ماشي يلا سلام. كمان بطلت شرب؟ ايوه كده طمنتني عليك. انا مش مطمن لموضوع الموبايل اللي مع جبر ده. ليه؟ طب واحنا مالنا؟ فارس هو اللي كان بيشتري منه الاستاف، وهو اللي سحب منه على المكشوف لما امه رفضته من المصنع، وهو برضو اللي اداله الموبايل والله اعلم اداهوله ليه. يبقى احنا ايه دخلنا بقى؟ الكلام ده لو ما كانش فارس اتقتل بعدها على طول. الضابط اللي بيحقق جالي البيت ووراني صورة لينا احنا الأربعة وسألني لو كنت أعرفك. طب وفيها ايه؟ ما هو سألني عليك أنت كمان. وقلت له ايه؟ قلت له لأ يا باشا، أمجد ده طيب وابن حلال، من المصنع للبيت ومن البيت للمصنع، وأعزب ومقبل على الحياة. أنت بتهرجي؟ لحد دلوقتي كله تهريج،
بس لو حسن اتكلم. هو انت ازاي عامله كده؟ هو انت ما عندكيش وسط؟ يا يمين يا شمال. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يمين؟ هو اللي يشوف وشكو يعرف اليمين؟ شمال طبعا. يا عندك حق، انت شمال وانا مش فاهم انا ليه جيت لك. اقفل الباب وراك. دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة. دي عيون ناس بتودع